نكمل شغل بالدرج واضافه شبابيك والباب. هلا في عنا امر بالماكس حلو كتير بنلاقيه بصفحه اسمها او قائمه الاي سي اكستندد اللي هو الريلينج، امر رسم الدرابزونات مرينا عليه شيء. فهو انا اذا عندي مسار، خلونا نقول هذا الارك، مسؤول انه يعمل لي درابزون عليه. فمجرد اضغط على الريلينج عم يعطينا خيار بيك باث، اختر لي مسار. نقرنا نقرا هون هي المشاله الدرابزون على المسار. طبعا في مشاكل، ننتقل على الموديفايد. اول مشاكل انه الزوايا ما بيكون شايفها بالعاده، بنقول له ريسبكت كورنرز بدنا نعطيه شو سيجمنت، فمباشره مشاله اياه على الخط تماما. الخيارات بنلاقيها بعد عنا صفحه اسمها او مربع اسمه توب ريل، اللور ريلز والبوست والفنسنج، كلهم تقطيعات الدراب زون. في عنا اللور ريلز اللي هن تقطيعات، هاي يا ترى بدي مقطع مربع ولا دائره، شايفينها يا ساتا مثلا هيك اصغر اكبر. طيب بدي ازيد عددهم، فعنا هذا الرمز، هذا رمز سبيسنج تول اللي هو اذا تذكروا التكرار على مسار. فباخذهم من هون وشو بزيد الكاونت، بقدر ازيد العدد من هون. ممكن ندخل بعد على البوست اللي هن التقطيعات العريضه هدول، شايفينهم هون، ممكن ادخل وزيدهم بدل تنتين، عرفتون اينهم هدول العروض. وعندنا بعدها ممكن هون نتحكم طبعا بقياساتهم، ممكن عامله مثلا اشكال تاني. في كثير تقطيعات درابزونات الومنيوم ممكن تطلع عليها في شكلها هون مثل ما حكينا. هلا الفنسنج اللي هني التقطيعات هاي محطوطه، التقطيعات انه تكون بيكتس بنسميها هدول الاعمده، ممكن اعطيه انا لا سوليد فيل خلي لي اياهم باللور. طيب بدي اكسي هذا اللي شو بدي الجا لا لا ما بدي اتاتش، شو اخذنا فورا بيعطيني بالماتيريال مالتي سب اوبجكت نفسها بتقطع لي البواب نفس اللي اعطيناها للباب واعطيناها للشبابيك وللشجر، كل شيء مواد جاهزه. هاي المالتي سب اوبجكت رح ادخل هون اعطيه مجموعه مواد، رح اعطيه هون حامي مثلا، نوزع الوان شوفوا شلون فورا كل مادة اخذت لون فورا هون، يعني بالاكساء مجرد ما اعطيه كروم لهدول وبلور فورا بينكسر معي بكل بساطة. ممكن اعطيه هون بيكتس اللي هي التقطيعات هاي، او السوليد فيل اذا اعطيته ممكن اتحكم فيهم بهالقياسات هدول. السماكي في عنا بقدر اعطيه مثلا بس ركب لي بلور بالنص، هي بوتوم اوف سيت، فبهالشكل هذا ممكن اعطيه ما بعرف شو ممكن توصلوا فيهم لاشكال. هاي حلو مثلا لدرج انه هون واقف على الاطراف وبالنص بالهور. في عنا فوق التوب ريل ممكن اعطيه راوند. فاجمالا هذا هو امر الريلينج، امر كثير حلو. السؤال هون انه انا بالنسبه للادراج الجاهزه، مجرد ما دخلنا على الستيرز حاخذ سبيرال ستير اللي هو الدرج الدائري. فمثل ما شايفين هون، يعني هون عمل مسار له كتير صعب. مباشرة هو عم يعطينا خيار شيء اسمه الريل باث، بنلاقيها هون انسايد واوتسايد، شفتون للمسارات؟ فهدول بكفي نزلهم على الصفر واعطيهم امر الريلينج، مباشرة راح يطبق لي الدرابزون عليه. هي بيك باث، طبعا الارتفاع الكلي ما حددناه، نحن بنحدده من هون. انا مصغر الدرج كثير بس بيك باث طلع ضيق كثير. رد اخذ امر الريلينج بيك باث، هيك بكون حددنا دراب زون للدرج. اذا راسمين نحن درج بنضطر نعمله المسار، نرسمه رسم بلاينات عاديه. طيب نرجع بنحذف، بالنسبه لحالتنا عندنا هذا الدرج، رح ادخل عليه، انا ما حولت لبولي فبكسب المسار. طب لو كنت محول ومخلص باخذ لاين من هون لهون طلع معي المسار جاهز، رح اقول له الريل باث في البولي، كل ما ياخذوا الادراج العاديه
كانت مرتبطة بحسب النوع الاوبن. راح ياخذ، راح نرسم رسم من اللاين، نرجع البولي عبارة عن لاين سناب. طبعا هون بنرجع لفكرة التفعيل، شو اذا قلنا 3D راح ياخذ نقطة قدام ورا، فراح ناخذ 2.5D. تمام هيك، نرجع 3D، صار معي الريل باث جاهز. جيومتري ريلينج بيك فعلنا. لا رح يفتلو كله مع الميلان. ارتفاع الكل اللي عنا عم نحدده من الهايت عنا هون حوالي 85. تقطيعات رح اعطيه هون حوالي 1.5. توب ريل كمان 1.5. انا شو عدلت له؟ ورح ارجع هون طبعا بيكتس هذا اللي شوهته كثير طبعا. بس ما حلوة يكون عددهم كبير، فراح نزيدهم للشكل العادي. هاي راوند 2x2 اكستنشن عادي على الطول كله حسب الشكل اللي انتم حاطينه. في عنا كتير موديلات مثل ما قلت لكم، في منهم بيكون هدول هن الاساس طوال ومنهم طالع بقية المجسمات، فتحكم انتم في على كيفكم. وفي عنا موضوع الزخارف ممكن نضيفها بالنص. هلا رح نزله شوي، بس ممكن نحطه هيك او بالايديت بولي. اخذنا هدول نزلناهم، يمكن هاي ما بتاخذ قيمه بالبيكست، هاي بوتم اوفست هاي يمكن، بس ما رح ياخذ قيم سلبي. يا اما بناخذ هون من البولي وما حذفت الاساسي، بس بننزله شوي. تمام هيك هون نفس الحكي. لقيته كتير طويل مثلا، برجع على الريلينج هاد، نحاول اللاين بس منعدل فيه، رح رجعه شوي لورا بدون ما اضرب الزاوية. اخذنا المسار هاد بس مشان هاد فرق صغير ما يطلع معنا، نزله شوي. كنا احنا وصلنا لهيك نتيجة. نعطيه لون الرمادي. تمام هيك، هلا هيك بلشت الغرفة تبين معنا. نرجع للبواب والشبابيك، رح ننتقل على الويندوز. بالنسبة لنوع الشباك اللي عنا اياه، هاد ممكن اخده سلايدنج، ممكن نوصل لهيك نتيجة، يا اما البيفوتد او الكيسمنت عفوا. منشيل اوتو جريد قلنا، عنا سناب نفعلها. هلا كبس مع سحب حددت العرض. تمام، عن نص باخده حددت العمق واخذنا الارتفاع. بس اتاكد من فتحتها تمام. هون عنا تو هاي الشباك، فليب مشان تصير تفتح لجوا. هلا في عنا هون الفكره، نحن اخذين هذا شباك 175، ما هيك ممكن لازم ناخذ له المساحة هاي، لازم ناخذ له سلايدنج ويندو. هلا بناخذ له هون الهان. تمام هيك اصح. هلا بعد ما خلصنا هون، انا بدي اقطع تقطيع المربعات، فبندخل هون بانلز، في عنا تشامفر بروفايل مشان ينعم لي اياها. الريل ويت كمان يحل تكون ناعمه، ما تكون كثير ظاهره نوعا ما. بدي الاطار مثلا نزيده ثيكنس، ممكن هو الويدث عفوا من هون ممكن نتحكم فيه. ما بعرف، ممكن اذا اشتغلتوا فيها شوي يطلع معكم.
تقطيعات احلى من هيك. خلصنا اشتغلنا على وحده مباشره بنتقل على الثاني وبرد باخذ كبس مع سحب. هلا هون ما حلو هذا انه تكون سحب فرح اعطيه هون هانك وبرجع هون بعطيه التقطيعات بحيث تطلع متناسبات كلهم سوا. الباب الموجود معنا هون رح اعطيه اوبن بس الباب الموجود معنا هون باب عادي هو هي دورز نوع البيفوتد فرح ناخذ من هون حسناب كمان كبس مع سحب عن نص رفعنا لفوق. هلا هاي مشكلة بصراحة انا ما لقيت الحل انه الباب سناب دائما بياخده الاطار بياخده براته يعني بياخده هو على مساحة الباب الجوانة. فنحن بالاصل كنا كان ممكن بالرسم نعرفها دور اوف ست يمكن ما دورت عليها كتير يعني انه ممكن في عنا هون انه نلغي الفريم ونعمل الفريم نحن من قلب البولي هاي ممكن نلجأ لها هنا ببعض الحالات. عادة نرسمه بنحط له الاف اف دي بوكس 2x2 فهو اخذ الاطار من هون نرجع نطبقه على الضغط امر الاف اف دي بوكس 2x2 على فكره كثير استعماله واسع يعني لانه مثل ما شايفين كانه معطينا ستريتش. هلا الاطارات اللي برا ممكن لسه نتحكم فيها اكثر. بهمني انا هون في عنا البوتوم ريل ممكن نرفعه وممكن نضيف البانلز اذا بدنا نضيف نفس التقطيعه الموجوده معنا. تشامفر بروفايل موجود عندنا هون خيار السماكي هون هي بيفلد نضيف التقطيعات هاي لازم نخفف البوتن ريل مشان اكسب المربعات يعني هيك شيء. هلا شوية خيارات هون ممكن انا اتحكم فيهم السماكي هاي او ممكن صفيرها اذا بدي بس البيفلد البرانية تطلع معي هي حسب الموديل اللي انتم حاطين ببالكم ما بدي اطول عليها كثير. ممكن نشوف فتحته بس لبرا ولا لجوا هي فليب سوينج فليب يعني مش هلا هيك فتحته صارت نظامية ليش طالع اكبر بكتير من ال نزيد ال فريم بس اما ممكن تعدلوا فيهم شوي لحتى يطلع معي بالضبط حسب الشيء اللي بدنا اياه. بنرجع بنعطيه لون واحد شايفين الغرفة شلون بلشت تظهر معي بقيان تقطيعات السقف والنبلش بالمطبخ تحفير البابات والامور هاي.